مجنونة ومسيح. اهلا بكم مره اخرى مشاهدينا. فاز فريق الزمالك على فاركو بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما على استاد الاسكندريه في اطار مباريات الجوله 31 لمسابقه الدوري الممتاز. وبهذه النتيجه تصدر فريق الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 75 نقطه، فيما احتل فاركو المركز الثامن بجدول الترتيب الدوري برصيد 40 نقطه. وحقق بيراميدز فوزا كبيرا على سموحة بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعتهما الجمعة على ملعب الدفاع الجوي في إطار الجولة 31 من الدوري الممتاز. بهذه النتيجة يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة، فيما تجمد رصيد سموحة عند 42 نقطة. أيضا فاز فريق المقاولون العرب على مصر للمقصة بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمعهما على ملعب استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري الممتاز. بتلك النتيجة رفع فريق المقاولون العرب رصيده عند النقطة 29، فيما تجمد رصيد فريق مصر للمقصة عند النقطة 15 ليحتل بها المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري. يواجه فريق النادي الأهلي فريق الإسماعيلي في لقاء مهم ومرتقب للفريقين في الدوري المصري الممتاز مساء غد على أرض ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة 18 بالدوري. ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة من 30 مباراة، بينما حصد الإسماعيلي 36 نقطة مع نفس العدد من المباريات. دخل الثنائي محمد إبراهيم كيشو ومحمد مصطفى لاعبا منتخب المصارعة معسكر خارجي بالمجر يستمر حتى 28 من الشهر الجاري. يأتي المعسكر في إطار الاستعداد للمشاركة في منافسات بطولة العالم التي ستقام بصربيا في الفترة من 10 وحتى 17 من سبتمبر المقبل. تشارك مصر في بطولة العالم التي تقام ببلغاريا بمنتخبات النسائية والحرة والرومانية، بينما يشارك كيشو ومصطفى بصربيا.
أكد الهولندي إريك تن هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي على صعوبة مواجهة ليفربول في المباراة التي تجمعهما الاثنين المقبل في منافسة الدوري الإنجليزي الممتاز. تقام مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في تمام الساعة 9 مساء الاثنين على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي. يسعى محمد صلاح ورفاقه إلى تحقيق أول انتصار في النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي بعد التعادل أمام فولهام وكريستال بالاس في الجولتين الماضيتين. وإلى هنا تنتهي الأخبار الرياضية، والآن عودة للزميلة منا في هذا الصباح لاستكمال الأخبار. شكرا لك جزيل الشكر شروق.